مرحبا وسهلا فيكم اعزائي المشاهدين من جديد. تستكمل اخر تجهيزات مخيم اداره الكوارث الخامس للهلال الاحمر القطري، وذلك على ارض المخيم الكشفي في منطقه الخور. وتم وضع اخر تجهيزات المبنى او البنى التحتيه والمعدات الخاصه لتكون بتصرف كل المشاركين. نتابع معكم مشاهدينا الكرام هذا التقرير ثم نعود. بدأ التسجيل اليوم وعمل الفحوصات الطبية لمجموعة من المدربين والعاملين في المخيم، تقريباً العدد كان 70 اللي عمل لهم اليوم الفحص الطبي والتسجيل لدخول المخيم، وهذا إجراء طبيعي حقيقة دائماً يعمل في المخيمات، فيجب الالتزام من قبل الجميع بالتسجيل وحمل الإشارات والتعريف للأشخاص، فهذا إجراء طبيعي بدأ من اليوم إن شاء الله، وإن شاء الله بيوم الثلاثاء سيكون هناك 300 متدرب موجودين في المخيم، طبعا مع الفرق المساندة اللي بتكون إن شاء الله موجودة. وكما رأيتم اليوم يعني التجهيزات على قدم وساق حتى يكون جميع الأشياء الأساسية للمخيم موجودة وتعمل على أكمل وجه، حتى يكون جميع المتدربين يمرون عليها ويأخذون فكرة كاملة عليها بإذن الله، فالله يوفق إن شاء الله. مثل ما انتم شايفين يعني بدينا في نصب خيام التدريب الان نصبت الحمد لله، وباقي الخيام خيام المشاركين اللي بيشاركون في المخيم اللي هم بالمخيم طبعا مدته 10 ايام، بيكون كل المتطوعين موجودين في الخيام لمده 10 ايام. طبعا الخيام المنطقه كلها هي منطقه المخيم مقسمه الى اقسام عده، يعني اقسام في القسم الخاص بالتدريب خيام التدريب، والقسم الثاني الخاص بالمشاركين الإقامة، قسم حق المسجد، قسم حق الاتصالات، وأقسام ثانية كل الناس المشاركة في المخيم. الأشياء الضرورية المفروض تكون موجودة اللي هي مثلاً الاسترات تكون موجودة، موضوع المطعم يكون موجود، موضوع المستشفى الميداني يكون موجود، الحمد لله يعني بدأوا الجماعة في نصبه. فهذه الاشياء الاساسيه المفروض تكون موجوده قبل لا يوصلون المشاركين، يعني المشاركين ان شاء الله بيبتدون في 1/4 بيوصلون، احنا نكون على الاقل كل الاشياء الاساسيه تكون موجوده وجاهزه لهم. يوزع المتدربون باذن الله الى فرق ومجموعات، سيقومون بالتدريب على جميع التخصصات الاستعداد والتاهب ومجابهه الكوارث. طبعا كل هذه التدريبات في العشرة ايام ستوصل الى النقطة الأخيرة اللي هي يوم الختامي الذي سيقوم جميع المتدربين بتنفيذ تمرين حقيقي يعني لكارثة محددة يتم اختيارها، وسيظهرون جميع مهاراتهم ان شاء الله في هذا اليوم.